السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. هعمل النهاردة معاكم الكوسة دي البرتاحي كده، ما هيش يعني لا عليها لحمة ولا عليها فراخ بس بتبقى طعمها وهم. فهنعملها هوت مع بعض، يعني محببة كده، واللي بياكلها منها بياكل منها بيشكر فيها، لأن حتى اللي بيروح لدكاترة البطن يعني بنصحه ان هو ياكل كوسة. الكوسة ديت مفيدة لكل حاجة، حتى كمان والأخص بالأمراض الجلدية. يعني سيدنا يونس لما الحوت لفظوا على الشاطئ، ربنا قال وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. يقطين دي اللي هي الكوسة، لأن طبعا كان في بطن الحوت، والمعدة بتاعت الحوت دي بتبقى عبارة فيها زي صودا كاوية كده تحرق الجلد. فشوف يا سبحان الله، أنبت عليه شجرة من يقطين علشان اللي كان في بطن الحوت متأثر جلده، فدي أحسن حاجة للجلد وللمعدة. فنعملها مع بعض عادية كده خالص. اهو انا باخد الاقمع اللي فوق ديت اهي كده بالسكينة من هنا ومن هنا، وباجي بالمجورة اللي هي بتاعت المحشي الكوسة ديت، كده بعملها كده اهو، بحس ان يبقى فيها خطوط كده يبقى شكلها حلو كده اهو كده، تدي لها منظر، لان القشور ديت مفيدة ان الواحد ما يشيلهاش كلها. واحدة كمان اهي اهي انا عملتها كلها اهي، شايفه منظر حلو ازاي مخططه وحلوه كده تفرق. هاخد الاول الحاجات ديت اتخلص منها كده، وهاخد ديت علشان اغسلها، هاخدها اغسلها هو تحت الحنفيه وارتك عليها في الغسيل بميه جاريه كده، علشان طبعا دي بتبقى في السوى بتبقى فيها رمله وكده، هغسلها واحده واحده. اللي اغسلها حلوه كده لوحدها، واحده بواحده، لان بيبقى فيها رمل. وهروح جايه كده مخرطاها خرط كده، ترى كده دواير كده، يعني تبقى الواحده بوحدتها حلوه كده، يعني لا رفيعة ولا سميكة خالص. هي الكبيرة ديت الواحد يروح عاملها نصين كده اهيت، وبعد ما عملتها خرجتها، شوف منظرها شكلها حلو ازاي، الخطوط اللي فيها ديت شطفتها تاني، لان مش عارفة انا موسوسة شوية في النظافة ديت. انا هحطها في الحلة اللي حبيتها فيها ديت اهي. الطماطم ديت هاخدها اضربها في الخلاط عشان احطها عليها. عملت الطماطم في الخلاط اهي، هحطها عليها. انا بحب يعني الخضار لما باجي اسويه بحبه ني في ني، ما بحبش التسبيك يعني علشان مش صحيه. فهاخده كده واديه على النار، رفعتها على النار اهوت. انا يعني بحب احط طماطم عاديه كده، لا بحب احط صلصه طماطم، لان بحبش اي حاجه في معلبات فيها ماده حافظه، حتى لو الطماطم بيضه برضو كده صحيا، يعني من بعد الصحه ما فيش فرح، ربنا يحفظنا جميعا. الجماعه اللي هم بتوع كورونا ديت ربنا يتولانا جميعا، وربنا يحفظنا جميعا. كان في السواج عندهم بيبيعوا تعابين وبلاوي زرقاء، فهو يعني الاكل ده هو الصحه، وست البيت لما بتيجي تعمل الاكل ده بيكون امانه بين ايديها. دي شوربه لحمه مفرزاها عندي، هحطها عليها اهي. شوربه اللحمه دي تخليها يعني زي طعم اللحمه كده، كان محطوط عليها لحمه. هحط شوية ملح،
الاسمر ده اللي هو القاع بتاع التفريز بتاع الشوربة، يعني الفلفل الاسمر والبهاريز دي. هحط شوية بصل بودر يدي لها نكهة حلوة، وشوية ثوم بودر، هحط حتة سمنة صغيرة كده بس كده. المكونات اللي حطيتها عليها وهغطى عليها واسيبها، مش غطاها لما اجيب الغطا التاني بتاعها. هو ده غطاها، هسيبها كده تاخد وتدي مع نفسها كده، ونبقى نشوف النتيجة الآخر. هنشوف النتيجة كده الآخر، ما شاء الله الريحة. شوف البخار بس كده هو طالع، الريحة بتاعته زي اللحمة، حاجة صحية ومفيدة وهم كده. أتمنى إن أنتوا تجربوا بالطريقة السهلة ديت. وأخيرا دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.